مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات، البرنامج اللي بنتابع فيه اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب، مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. منتخب كرة القدم يهزم أوزبكستان ويقترب من التأهل لربع النهائي. في بداية المشوار الأولمبي منتخب اليد يفوز على المجر. منتخب الطائرة يخسر أمام بولندا في مستهل مشواره بالأولمبياد. عبد الخالق البنا يتأهل إلى ربع نهائي منافسات فردي التجديف بالأولمبياد. يسري سامي لاعب الجودو يودع الأولمبياد من دور ال 32. سيرين بوكلي تمنح فرنسا أول ميدالية في الأولمبياد. الصين تتصدر جدول ميداليات الأولمبياد في اليوم الأول. ومن التقارير أولمبياد باريس تكتب نهاية أساطير العالم. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو أنور مصباح أسطورة أولمبية في رفع الأثقال. وضيفي اللي هيشرفني وينورني النهارده دكتور طارق لطفي مدرب الزمالك السابق لكرة اليد. طبعا كلنا شفنا امبارح افتتاح الاولمبياد اللي الحقيقه زي ما توقعنا من البدايه انه كان هيكون حدث مختلف نظرا لانه طبعا كان في نهر الصين، ما كانش في الاستاد زي ما جرت العاده او المعتاد اللي اتعودنا عليه منذ بدايه الاولمبياد على مر التاريخ، ان دايما حفل الافتتاح بيكون في الاستاد او في المضمار العاب القوى. ده كان شيء لطيف ولفته طيبه جدا جدا ان يكون الافتتاح في النهر، وان كل بعثه تكون في قارب يعني او في مركب كبير البعثه بالكامل. شيء كان لطيف وشيء مبهج. هناك لفتات كانت طيبه كتير، لكن زي ما قلت هي الاعتراض كان اكيد من قبل الثقافات المختلفه، واللي اتكلمنا فيها عن المشاكل دي يمكن ده كانت مشكلة حفل الافتتاح امبارح بالنسبة لبعض الدول اللي ثقافتها مختلفة، ولابد من تقبل كافة الثقافات. لما اجي اعمل حفل افتتاح يبقى انا براعي فيه كل الثقافات وكل الأديان وكل الألوان، ده الطبيعي لان انا بتكلم رياضة هي ما بنتكلمش فيها في أديان وسياسات وألوان وكل الحاجات دي. فده كانت حاجة بس امبارح يعني استوقفت ناس كتير جدا اللي عندهم اختلاف في الثقافات مع الثقافة الفرنسية والثقافات الأوروبية. وارد يعني، ما هو الطبيعي ان احنا كلنا في العالم ثقافتنا مختلفة، أدياننا مختلفة، سياساتنا مختلفة، ولكن الأولمبياد هي التي تجمع كل الثقافات والسياسات والأديان. فدي كان التعقيب على حفل الافتتاح. طيب نروح لمنتخباتنا بقى. طبعا كلنا شفنا القارب اللي كان عليه بعثتنا المصرية اللي كانت الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا ومبهجة وعددهم كبير. المبهج لما كنت بتشوف بعثات هم عددهم كبير جدا. مصر كانت من الدول اللي بعثتها كبيرة جدا جدا جدا، واللي كانت حاجة مبهجة وتحس انك فرحان وانت شايفهم بالعدد الكبير ده، مش عدد قليل، عدد كبير جدا. هناك بعض الناس برضو تقول لك انه انا لا، انا كنت رحت باللي انا متوقع انهم هيفوزوا بميداليات او ركزت دعمي عليهم او لا.
انا دايما حابه ان انا اشوف بعثتي بالكبيره كده. توجيهي بقى للدعم ازاي، ده شيء نتناقش فيه، لكن ان بعثتي تكون بالحجم ده على القارب دي حاجه عظيمه جدا جدا ومبهجه جدا جدا. والحقيقه كنت فخوره ببعثتنا المصريه ان عددها ده 148 لاعب زائد 16 في القائمه الاحتياطي، حاجه كانت عظيمه جدا. هندخل في التفاصيل اكتر ونتكلم عن نتائج بعثتنا النهارده سواء على مستوى الالعاب الجماعيه، اللي يمكن كان النهارده يوم موفق للالعاب الجماعيه باستثناء الكره الطائره، وهنتكلم ايضا عن الالعاب الفرديه ليها ما ليها وعليها ما عليها، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. دورات الالعاب الاولمبيه على مر العصور بيكون فيها حكايات وقصص انسانيه عظيمه جدا جدا، وهو ده اللي دايما بنتكلم فيه، ان الاولمبياد انت بتستنى فيها معاني انسانيه وقصص وحكايات ولافتات انسانيه عظيمه جدا، وبتفضل محفوره في اذهاننا اكتر من الميداليات نفسها. يعني انت هتفضل فاكر القصص الانسانيه اللي واحده منهم هنحكيها دلوقتي، هتفضل فاكرها على مر التاريخ اكتر مليون مره من اي ميداليه قدر اي بطل او بطله يفوزوا بيها، لان دي اللي بتعلم معانا اكتر من الميداليات. واحده من القصص دي بطلتها لاعبه التجديف الاستراليه جان ماتل، اللي كانت ليها قصة إنسانية مؤثرة جدا جدا جدا. بعد معاناتها مع سرطان المخ ألهمت طبعا بطلة التجديف العالم كله بسبب تجربتها المتمثلة في التعافي من سرطان المخ والتأهل لأولمبياد باريس 2024. جين ماتشل صاحبة ال 24 سنة هتشارك مع منتخب أستراليا للتجديف اللي بيضم أربع لاعبات، واللي طبعا بيبحث عن حصد ثاني ميدالية ذهبية على التوالي بعد التتويج بأولمبياد طوكيو 2020. جان ماتشل وهي عندها 16 سنة خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم من المخ، وده بعد ما خضعت للعلاج الكيميائي والإشعاعي وابتعدت عن رياضة التجديف لمدة عامين، وده قبل ما تعود مرة أخرى لمكانها المفضل بعزيمة وإصرار كبيرة جدا جدا جدا. دي المشاركة الأولى للبطلة جان ماتشل في الألعاب الأولمبية، واللي كانت بمثابة حلم صعب المنال، ولكن قدرت إنها تحققه بفضل عزيمتها وإصرارها. نجمة التجديف العالمية خضعت لعدة جلسات وجولات من العلاج الكيميائي، وقالت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتجديف: العلاج بالكيميائي كان المرحلة الأصعب، وما كنتش أستطيع حتى أن أنطق الكلمة، وكنت أبكي كثيرا من الألم. جين ماتشل عادت لتدريبات التجديف خلال الجزء الأخير من العلاج الكيميائي، ولكن اضطرت للبداية من الصفر لإعادة بناء قوتها ولياقتها مرة أخرى في 2022. بالمناسبة تم اختيارها لتمثيل أستراليا وشاركت في سباق السوماني سيدات في كأس العالم للتجديف وبطولة العالم للتجديف، واحتلت المركز الخامس. وقبل أولمبياد باريس 2024 قالت إنها متحمسة للغاية، وقالت إنها تتطلع لهذه الرحلة منذ فترة طويلة، وقالت إنها كانت تعمل بعيدا عن الأضواء في الأعوام الأخيرة، وأخيرا وصلت لمرحلة شعرت من خلالها بجاهزيتها وأصبحت تتمتع بالصحة واللياقة الكافية لتحقيق حلمها الذي تعيشه الآن. هي دي الإرادة والتحدي والعزيمة، هو ده اللي دايما بنستناه في الأولمبياد، هي دي القصص الملهمة، هي دي اللافتات الإنسانية العظيمة اللي بتقعد تستنى الأولمبياد كل أربع سنين، مش بس عشان تتفرج على منافسات، مش بس علشان تتفرج على أبطال بيفوزوا بميداليات ذهب ولا فضة ولا برونز، لا أنت كمان بتكون مستني بشكل كبير جدا جدا القصص اللي زي دي علشان تستناها. واحدة رجعت من الصفر، واحدة رجعت من الموت زي ما بيقولوا، رجعت من رحلة علاج كيميائي وإشعاعي وكانسر في المخ وحاجات كتيرة جدا جدا لتعود إلى
المنافسة مرة أخرى لتعود إلى الأولمبياد، الحدث الأعظم، وتكون متواجدة فيه وبقوة. حاجة ملهمة جدا، حاجة عظيمة جدا. كل حلقة إن شاء الله يكون عندنا قصص ملهمة زي دي علشان نقول للناس إن الرياضة هي تهذب الروح، الرياضة هي الإصرار والتحدي والعزيمة وكل الحاجات العظيمة دي. طبعا النهاردة خلينا بقى نسيب القصص الملهمة والعظيمة دي، واللي هتكون فقرة ثابتة إن شاء الله عندنا في كل حلقة من ملوك الصلاة على مدار الأولمبياد، وهنكون بنغطي تغطية مختلفة طبعا للأولمبياد من خلال البرنامج، لأن ده الحدث الأعظم والأجمل الفترة دي بالتأكيد، واللي موجود في أبطالنا وولادنا في الأولمبياد. النهاردة كان يوم يعني لطيف بعض الشيء للألعاب الجماعية باستثناء الكرة الطائرة، للأسف تلقت هزيمة من بطل العالم والمصنف الأول عالميا وهو المنتخب البولندي. للأسف منتخبنا تلقى هزيمة 3 أشواط نظيفة، والحقيقة أن مجموعة منتخبنا في الكرة الطائرة مجموعة صعبة جدا. أكيد أتمنى أنهم يقدروا يعملوا مفاجآت، أنهم يقدروا يتخطوا مرحلة أكتر من دي، ولكن على أرض الواقع أنت معاك البرازيل 7 عالم، إيطاليا 3 عالم، بولندا اللي كنت بتلعبه النهاردة وهو المصنف الأول عالميا. فالنهاردة منتخبنا تلقى هزيمة بنتيجة 3 أشواط نظيفة أمام المنتخب البولندي وهو المنتخب الأول عالميا. طيب تيجي لا المنتخب، منتخب اليد، خلينا نتكلم عن منتخب اليد مع دكتور طارق لطفي طبعا في كل تفاصيل المباراة، لكن هو كان يوم يعني مبهج ان احنا قدرنا نفوز على المنتخب المجري، وهو واحد من المنتخبات الذي كان يجب ان نفوز عليها في المجموعة، المجر، النرويج، الارجنتين. الثلاث مباريات دول بالذات المجر والنرويج منتخبات صعبة جدا جدا، ولكن هما يعني الثلاث مباريات يعني اللي انت عندك امل كبير فيهم، اللي هيحطوك في مركز كويس المجموعه فيسهل عليك المهمه في الدور المقبل. اما المباريات امام المنتخب الدنماركي والمنتخب الفرنسي فهي مباريات مع المصنفين والمرشحين الاقوى للفوز بالبطوله. صاحب الارض الدنمارك واحد من المرشحين للفوز ب الميدالية الذهبية في الأولمبياد، وكان متواجد في نهائي الأولمبياد وبطل أوروبا وبطل العالم، ويعني الاثنين من من أهم المرشحين للفوز بالبطولة ككل يعني. طيب هتنزل تلعب المباراتين مفيش أي حاجة، أنت مش باقي على حاجة، هتنزل تلعب أنت بس تبقى كسبان النرويج والمجر والأرجنتين، لكن انك تفوز بالماتشين دول او انك تنزل تلعب الماتشين دول انت مش بايع على حاجه، لازم تلعب بلا ضغط يعني. فمهم انك تحسم، كنت تحسم النهارده المجر وان شاء الله بعد كده النرويج والارجنتين، ولكن المباراه المقبله غالبا الدنمارك يا شباب، صح كده؟ كل الدعم والتوفيق لمنتخب كرة اليد، هنتكلم تفصيليا اكتر ولكن مع دكتور طارق لطفي اللي هيكون منورنا ومشرفنا. طيب طبعا طيب نتكلم عن كرة القدم. كرة القدم النهاردة الحمد لله فاز على أوزباكستان بنتيجة هدف وحيد يعني، ده كان مهم جدا جدا. هتقابل المنتخب الإسباني في المباراة الثالثة، مباراة داخل الملعب، اتعادلت مباراة، فزت بمباراة، المباراة الأخيرة في الملعب، ولكن فوزك النهاردة قربك بشكل كبير للتأهل بإذن الله، يعني سهل المهمة شوية، لكن مفيش حاجة مضمونة طبعا، لكن سهل المهمة شوية. طيب دي الألعاب الجماعية، نروح للألعاب الفردية، والبداية من يمنى عياد لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، واللي للأسف ودعت منافسات وزن 54 كيلو جرام بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهي ما دخلتش منافسات، ده بس لمجرد إن هي ما تخطتش او ما اجتازتش الميزان قبل انطلاق المنافسات اللي هو 54 كيلو جرام. يومنا النهارده وهي بتقيس الوزن كانت 54 كيلو جرام و700،
هو الطبيعي تبقى 54 ما تعديهمش. فانت بتتكلم مش في 100 جرام 50 جرام، احنا بنتكلم في 700 جرام، كيلو الا ربع. انا مش قادرة اتخيل ازاي الموضوع ده حصل، وده يبقى على مسؤولية مين؟ كله بيرمي التهم على بعضه، يعني هو مسؤولية جهاز فني، جهاز اداري، جهاز طبي، اتحاد اللعيبة نفسها. قال لك اصل هي قبل ما تنام، كان في تصريح من احد المسؤولين يعني ان هي قبل ما تنام كانت 54 كيلو جرام، يعني مش فاهم كلت في الحلم يعني، ولا مش قادره افهم برضو يعني. دي لو راحت من غير ما تفطر يعني فطرت حاجه بسيطه مناسبه يعني، هي هتروح يبقى الوزن تمام. ومعظم اللعيبه ما بتفطرش قبل الميزان. فالنهارده انا اللي مش قادره افهمه يعني ايه 700 جرام زياده. دي كارثه، ده موضوع ما يمرش كده مرور الكرام يعني. ما ينفعش تتفرج عليه وتقول يعني هي يومنا النهارده ما اجتزتش الميزان عشان 700 جرام زياده، وتعدي بقى وتخش على الخبر اللي بعده. لا ده صعب جدا، اللي احنا بنتكلم فيه ده مأساة، مأساة بجد، لان يومنا اكيد اتصرف عليها رقم لا يستهان به. معسكرات داخليه وخارجيه واعداد فالنهارده 700 جرام رموا كل الفلوس دي على الارض. فين المتابعه الاداريه والطبيه من البعثه؟ فين الجهاز الطبي؟ فين اتحاد الملاكمه؟ فين المديرين الفنيين؟ فين الجهاز الاداري الطبي؟ فين اي حد؟ فين اي حد يشوف يومنا؟ فين يعني فين اي حد يطلع يقول لنا، يطلع يقول لي يومنا، او يطلع ياخد باله من وزن يومنا قبل ما تقيس الميزان؟ ده الولاد وهم رايحين بطولة الجمهورية بيتابعوا ميزانهم. الغريب ان عندك رئيس اتحاد الملاكمة طلع قال لك انه احنا يومنا هتحول للتحقيق. يومنا بس؟ يعني انا ما عنديش مشكلة ان يومنا هتحول للتحقيق، بس يومنا بس؟ يومنا بس اللي هتحول للتحقيق؟ بالمناسبة هو رئيس الاتحاد ونائب رئيس البعثة المصرية هناك دكتور عبد العزيز غلام، كل الاحترام والتقدير ليه بالتأكيد، ولكن احنا بنتناقش هي يومنا بس اللي هيتحقق معاه؟ جهازها الإداري عامل ايه؟ ازايه؟ جهازها الطبي ازايه؟ عامل ايه؟ والفني والاتحاد ازايهم كلهم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. تهريج تهريج يعني، انا ما اقدرش اسمي الموضوع حاجة تانية غير انه تهريج. ناس ما عرفتش اللي ليها واللي عليها، ناس ما كانتش على قدر المسؤولية، ضيعوا فرصة ان اول بنت مصرية تتأهل للملاكمة وان هي كانت تعدي دور ولا اتنين، وخامة مبشرة جدا بشهادة الناس كلها انها تحافظ. ده الاتحاد نفسه اللي بيقول كده، ضيعوا عليها ان البنت تكمل، تسطرها للتاريخ، تسطرها لوجودها في التاريخ كأول ملاكمة تتأهل للأولمبياد. ضيعوا عليها الفرصة، الفرصة ضاعت عليها. يوم هل أنا النهاردة بشيل المسؤولية من على يومنا؟ لا طبعا مسؤولية مشتركة، ولكن مش يومنا لوحده، مش يومنا لوحده أبدا أبدا. ما أنا برضو مش قادرة أفهم يعني ابني لو بيحب أكلة معينة وعنده مباراة الصبح، ولا بنتي لو بتحب أكلة معينة وعندها مباراة الصبح، مش هقول لها لا خدي بالك ما ينفعش تاكلي الاكله دي عشان انت عندك مباراه الصبح ومباراه بقى محليه. انا بكلمك مثلا عن ابني ولا بنتي اللي بيلعبوا بطولات محليه، مش 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 بنتكلم على يعني دوره اولمبيه و يعني اولمبياد. رئيس الاتحاد هو نائب رئيس البعثه وعضو اللجنه الاولمبيه المصريه، وعارف يعني ايه اولمبيات، وسافر اولمبيات اكتر من مره. النهارده انا لما بيبقى عندي قصه في لعبه معينه، انا بروح اكلم مين؟ اكلم رئيس الاتحاد. لما بيبقى عندي ازمه في لعبه معينه، اول حد بيجي في بالي هو رئيس الاتحاد، المسؤول الاول عن اللعبه. في جهاز فني بقى وطبي واداري اخر حد ممكن تكلمه هو يومنا.
يعني والله العظيم مش عايزه حد يزعل، بس هو اللعيبه بصراحه اخر حد ممكن تبقى بتكلمها في الازمه دي، واخر حد تحاسبها. يعني ايه؟ مش عايزين بس نخلي البنت نبقى بنحملها اكتر من اللازم. هي زادت 700 جرام، غلط عليها؟ اكيد غلط عليها، لكن مين اللي بيتابع يمنى؟ طب ما هو يا جماعه لو احنا هنحمل يمنى المسؤوليه من اولها لاخرها، طب ما يمنى تطلع بطولها يعني، او كل لاعب في لعبه فرديه يطلع بطوله الاولمبيات. امال احنا بنودي معاهم اجهزه طبيه واداريه وفنيه ليه؟ ده في جيوش جراره يعني بتروح معاهم، من اداريين سواء من الاتحاد او اللجنه الاولمبيه، من اجهزه طبيه، من فنيين. طب ما لو انا يمنى، انت بتحولها للتحقيق، انت خرجتي من الاولمبياد وهنحولك للتحقيق، انت هتشيلي المسؤوليه كامله. طب انا تمام موافقه لو يمنى دي طالعه بطولها، لا معاها رئيس اتحاد، لا معاها جهاز فني، لا معاها جهاز طبي، لا معاها جهاز اداري، وقتها انا مع ان يمنى تشيل الليله كلها، يمنى تتحاسب. لكن يعني هي يمنى تتحاسب لوحدها؟ يعني طبعا اوقات بيبقى عندي مشكلة مع ان انا النهاردة عندي خطأ والمسؤولين عن اللعبة دي او عن الحاجة دي يطلعوا يتكلموا في وقتها ردود غير محسوبة، بيبقى عندي مشكلة. استنى شوية، يعني استنى شوية افهم الدنيا فيها ايه، افهم يمنى كلت ايه، في اللي مسؤول عن اكل يمنى، يعني استنى شوية، تأنى واعرف القصه فيها ايه وبعدين اطلع رد. احنا ما حد يعني احنا مش اهم حاجه اطلع رد. لا طب هتطلع ترد تقول ايه؟ ما هو قبل ما تطلع هنطلع نرد وهندخل وهنعمل مداخلات وهنتكلم وكلنا هنحكي مع بعض، بس قبل ما نطلع نرد نحضر الرد. بنستعجل، اول حاجه اطلع رد، بنجري نطلع نرد، وكأن يعني حد بيجري ورانا عشان نرد. هنرد، بس الرد الصح. مش اهم حاجه في الرد اني ارمي التهمه على اللي جنبي، واللي جنبي يرميها على اللي جنبه، واللي جنبه يرميها على اللي جنبه. مشكله كبيره جدا. بنت بعد ما كانت المفروض بتسطر تاريخ جديد للمراه المصريه الرياضيه، مشكله كبيره جدا البنت بتقع فيها، وانا بشوف ان هي اخر حد في المنظومة كلها يتحمل المسؤولية. طيب نروح إلى جانب آخر مشرق، يعني عشان ما يبقاش برضو الجوانب عندنا صعبة. يمنى هو جانب صعب جدا في أول يوم في المنافسات النهاردة بعد حفل الافتتاح يعني. طيب عندنا جانب آخر مبهج ومشرق، وهو زياد السيسي المصنف الأول عالميا، اللي لعب مع التونسي فارس فرجاني المصنف 13 عالميا في نصف نهائي سلاح السيف، وللأسف خسر المباراة. عنده مباراة تانية تقريبا، صح كده يا شباب؟ عنده مباراة تانية على الميدالية البرونزية مع البطل الإيطالي اللي خسر من بطل كوريا. بتمنى لزياد انه يقدر يجيب الميدالية البرونزية. زياد بالمناسبة بدأ مشواره بالفوز على بطل الأرجنتين في دور ال 32 بنتيجة 15-11، وتأهل إلى ربع النهائي بالفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية في مباراة ثمن النهائي بنتيجة 15-13، وتأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على بطل ألمانيا بنتيجة 15-14. بنتمنى فوز ابننا وبطلنا زياد السيسي على البطل الإيطالي، والفوز بالميدالية البرونزية، وتحقيق أول ميدالية أولمبية مصرية في أولمبياد باريس 2024 بإذن الله. على جانب آخر هناك لاعب مقاتل عمل اللي عليه وزياد، وهو محمد عامر. هو ده اللي بنقوله، خلينا بس متفقين قبل ما نروح لمحمد عامر. هنا وفي أي برنامج بيغطي الأولمبياد مش هتبقى قصة انه اللي حقق بطل اولمبي، اللي حقق ميدالية اولمبية بعتذر، هو بس اللي هنتكلم عنه وهو بس اللي هنسلط الضوء عليه. لا، اللي عمل اللي عليه برضو هنسلط الضوء عليه، برضو لا نغفل كل واحد عمل اللي عليه. زي محمد عامر خرج من ربع النهائي ولكن قدم مستوى مميز جدا جدا جدا، وبالمناسبة محمد عامر احتل المركز الخامس في الاولمبياد. وعلى فكرة
ايوه بنتمنى ان احنا نبقى دايما هدفنا السعي والفوز بالميداليه الاولمبيه، ولكن المركز الخامس في الاولمبياد مش وحش، مش وحش. بالمناسبه هو زياد طبعا المصنف، لا مش زياد، محمد عامر كان قريب من استكمال مشوار الميداليه الاولمبيه بعد ما خطف بطاقه التاهل لربع النهائي على حساب بطل جورجيا المصنف الثاني عالميا بنتيجه 15-14 قبل ما يخسر من بطل ايطاليا بنتيجه 15-13 بصعوبه جدا المباراه دي، غير انه للاسف الحكم رفض اللجوء للفار. الفار ده مشكله في كل حته والله، جايب لنا وجع القلب. الحكم رفض اللجوء للفار، وده كان سبب ان محمد عامر يخسر المباراة دي. فكل التحية والتقدير للنجم والبطل محمد عامر، وانه احتل المركز الخامس. كان نفسنا انه يفوز بميدالية اولمبية، وهو سعى الحقيقة لده بشكل محترم جدا، ويعني كان مقاتل جدا جدا جدا، ولكن في الاخر هي دي الرياضه، مكسب وخساره. المهم ان انا احس منك وانت بتلعب ان انت بتموت نفسك علشان عالم بلدك، علشان المسؤوليه اللي على عاتقك انك تكون بتحقق ميداليه اولمبيه، وان ما عرفتش تعمل ده تبقى حاولت باقصى صوره ممكنه. فطبعا تحية وتقدير لبطلنا محمد عامر اللي صحيح ما حلفوش الحظ انه يلعب على ميدالية وفاز بالمركز الخامس، لكن عمل اللي عليه. طيب على جانب اخر، الاولمبياد كل اولمبياد بتكون في الغالب هي اخر اولمبياد لبعض الابطال وبعض الاساطير، للاسف بنودع فيها ابطال. يمكن امبارح شفنا نادال وهو بيستلم الشعلة من زين الدين زيدان، وكلنا عارفين انه بنسبة كبيرة جدا هتكون اخر اولمبياد لنادال نجم التنس اللي عمل كتير وكتير في عالم التنس في كل البطولات وفي كل المحافل بالتأكيد. زي برضو عندنا عدد من الرياضيين اعلنوا اعتزالهم عن اللعب بعد خوض الاولمبياد، وان اولمبياد باريس هتكون المحطة الاخيرة ليهم. والحقيقة ان دي بتكون حاجة محزنة جدا جدا لما بيكون عندك ابطال مش بس مصريين، ابطال في العموم بتكون دي اخر اولمبياد ليهم، بتكون على قد، بتكون حزين طبعا لانك مش هتشوفهم في الاولمبياد اللي جاية، ولكن اللي بيصبرك انه هيكون في ابطال جديدة طالعة ليشرفوا بلادهم في الأولمبياد المقبلة بإذن الله. خلينا نشوف التقرير ده ومنه الفاصل، وبعد الفاصل نستقبل ضيفنا دكتور طارق لطفي والحديث عن طبعا منتخبنا الوطني لكرة اليد ومباراته اليوم أمام المجر وفوزه بالمباراة والمحطة المقبلة بالتأكيد، ولكن بعد التقرير والفاصل استنونا. بين حلم المشاركة في الأولمبياد والتتويج بالميداليات مسافة كبيرة يقطعها أبطال وأساطير نحو منصة التتويج الأولمبية لكتابة وتخليد أسمائهم بحروف من ذهب. أشهد أولمبياد باريس الظهور الأخير لعدد من النجوم والذين أعلنوا الاعتزال بنهاية الأولمبياد، على رأسهم أسطورتي كرة اليد الفرنسي نيكولا كراباتيتش والدنماركي ميكيل هانسن ونجمي التنس رافائيل نادال وأندي موري. يعتبر كراباتيتش وهانسن أبرز وأهم أساطير كرة اليد على مر العصور بالأرقام والإنجازات، حيث يحلم كل منهما في قيادة بلاده للتتويج بالذهب الأولمبي في باريس بعدما قاد كراباتيتش منتخب فرنسا للتتويج بالميدالية الذهبية 3 مرات في بكين عام 2008 ولندن عام 2012 وطوكيو عام 2020، فيما ساهم هانسن في تتويج المنتخب الدنماركي بالذهب الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وعلى نفس الدرب ستكون باريس الرقصة الأخيرة لنجم التنس البريطاني أندي موري الذي كانت له صولات وجولات في الأولمبياد، حيث أنه أول لاعب تنس يحصد الميدالية الذهبية في منافسات الفردي بدورتين أولمبيتين متتاليتين لندن 2012 وريو 2016،
ويحلم بالتتويج بالميدالية الذهبية في باريس 2024 في منافسات الزوجي، بعدما أعلن الانسحاب من منافسات الفردي لتكون خير ختام لمسيرته المرصعة بالذهب والبطولات. كما سيكون الظهور الأخير للاعبة التنس الألمانية أنجليك كيربر في أولمبياد باريس، وتتطلع للصعود لمنصة التتويج وتحقيق الميدالية الأولمبية الثانية في تاريخها بعدما حققت فضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. ويحلم أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال بنهاية سعيدة في أولمبياد باريس، وتحديداً على الملاعب الصفراء التي شهدت مسيرة تاريخية للاعب الملقب بملك الملاعب الترابية، لتكون خير ختام لمشوار الماتادور الإسباني في عالم التنس بعدما توج بالذهب الأولمبي مرتين في منافسات الفردي بأولمبياد بكين 2008 والزوجي في ريو 2016. وستكون أولمبياد باريس 2024 الظهور الأولمبي الأخير لبطل وأسطورة الوثب العالمي القطري معتز برشم، بعدما أعلن عن ذلك في وقت سابق، ويمني النفس بتحقيق الميدالية الرابعة بعدما توج بالميدالية الذهبية في طوكيو 2020 وفضيتين في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. طموحات كبيرة تراود أساطير الرياضة في أولمبياد باريس 2024 لكتابة السطر الأخير في مشوارهم بعد مسيرة أولمبية وعالمية حافلة بالإنجازات والميداليات في أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصلاة، ومنورني ومشرفني دكتور طارق لطفي مدرب الزمالك السابق لكرة اليد، واللي بستمتع معايا بالحديث بالتأكيد عن كرة اليد. والله نيرة، أنا اللي بستمتع وبيبقى من يعني سعادتي بالغة جدا لما الحلقات بتاعتك من أحلى الحلقات، خصوصا لما بيبقى فيه بطولة أو إيفنت كبير زي الأولمبياد، بيبقى في مساحة يعني الحديث معاكي، وبما انك انت بنت اللعبة يعني فالحديث يعني شيق جدا. اشكرك يا دكتور، اشكرك. طيب خلينا في البداية، عايز اعرف من حضرتك شفت حفل افتتاح الاولمبياد ازاي؟ بصي، خلينا طبعا انا اتفرجت على الانترو بتاعك، خلينا نفرق ما بين حاجتين، ما بين الابداع البصري والفكر والاستراتيجية الاعداد للاولمبياد، وما بين المسج اللي بتبعتها فرنسا لباقي الدول كشعار ليها لثقافات فرنسا داخل الأولمبياد. أنا شفت كتنظيميا هو out of box، يعني هم عاملين حاجة إبهار غير زي ما انتي قلتي المدمار وجوه الاستاد والشعلة التقليدية. حقيقة كان في إبهار بصري حلو جدا 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 في التنظيم والإعداد للأولمبياد. لكن بالنسبة للمسج ممكن تكون ما بتتماشاش مع طبيعة المجتمع الإسلامي أو المجتمع الناس يعني الملتزمين، يعني مش عايز نقول ملتزمين، يعني الثقافات المختلفة في الشرق الأوسط، كل شعوب العالم يعني. ليس بالضرورة إن ما يتمشى مع أوروبا ان اوروبا تفرضوا علينا كعرب، يعني خاصة ان شعار الاولمبياد انت بتروح الاولمبياد لا انت بقى بتفكر في مظبوط يعني ما بيبقاش فيه لا دين لا سياسة لا عرق لا يعني المفروض بس المفروض يعني ان انا كل المسجز اللي عايز اشوفها خلال الاولمبياد هي الرياضة ومفهوم الرياضة وجمال الرياضة. خليني اقول لك نيرة ان يمكن فرنسا عايزة ثقافاتك وثقافاتي واختلاف ثقافات نجنبها، خلينا في الرياضة. يمكن فرنسا عايزة تبعت رسالة للعالم كله، ودي فرصة ان احنا يعني بلد بتتعامل مع الجميع وبلد بتتعامل مع كل الطوائف. لكن دي انا زي ما انت بتقولي دي مش هدف الاولمبياد، لا هدف الاولمبياد زي ما احنا قلنا ان بيبقى في ساعات مشاكل سياسية جدا ما بين دول، لكن الرياضة بتدوب كل الامور دي، وممكن يبقى انا داخل في حرب دولتين فيهم بينهم حرب لكن بيلعبوا مع بعض في ملعب واحد، ودي ملهاش علاقة. فأنا شايف إن كتنظيميا فرنسا عملت حاجة كويسة قوي، لكن بالنسبة للمسج ما كانتش يعني متمشية مع طبيعة المجتمع الشرقي أو مجتمع الإسلامي أو مجتمع يعني الثقافات لن يتقبلها المجتمعات بسهولة إن أنا أتعامل
يعني مش عايزين ندخل في التفاصيل، لكن انا شايف ان هي يعني المسج ما كانتش جيده. ليك ثقافاتك وليا ثقافاتي، والطبيعي ان احنا بالظبط كده لا لا انت بتوصلي مسج بثقافاتك ولا انا اوصلك مسج بثقافاتك. مش ده مجاله، ولا ليا قناعات انت ليك قناعاتك. مش ده مجاله، مش ده مجاله انك تعرض لي ده في الافتتاح. ولكن بجانب ده يعني كان في تفاصيل عجبتني ان هم يعني اعتمدوا على، ودي مهمه يعني في عز الغلاء وفي عز الحاجات دي، ان انا اعتمد شويه على الفكر. اكيد حفل الافتتاح هو متكلف طبعًا. مش 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 عادي، ولكن هم حاولوا ان هم مثلا يعني في جدار ذهبي اتعمل كده، الجدار ده كان معمول بورق هدايا. لو حد ركز فيه هيلاقيه بورق هدايا. ما هو ده الكرييتيف، ان انا ابقى بشتغل على الابداع اكتر من ان انا كان مهم بالنسبه لي اني اوصل مسج اللي هي فرنسا شغاله عليها بقالها كام شهر، واللي هي اوريدي النسخه الاقل تكلفه، وده اللي بيحاولوا يوصلوه. ده كان عاجبني انها اقل من النسخ اللي فاتت برغم مزبوط. غلاء الاسعار مزبوط. كان نفسي انك طول البتاع بتبقى بتعتمد على ده، انك بتوصل مسج ان انا بعتمد على الابداع والفكر و و و ومش ان المال مش كل حاجه. مش كل حاجه، انت دخلت في سكه تانية. ودي كانت حاجه حلوه جدا. يعني انا شفت حاجات اول مره اشوفها في الاولمبياد. موضوع المركب ده حلو جدا، ده شيء لطيف. الجدار اللي انت بتقولي عليه الشعله غير تقليديه بالمره. على فكره نيره، يعني انا بختلف مع الناس، يعني ممكن اقول رأي الناس لكن مش وقت ان انا اقول رأيي دلوقتي. والمنتخب في الاولمبياد نشجع المنتخب وما نعلقش، ودايما انا بقول ايه اللقطة الاخيرة، نستنى لما نشوف هنوصل ايه. كل الفرق على فكرة اللي بتلعب، وتعالي لتاريخ الاولمبياد وتاريخ كاس العالم، هاتيلي فريق اخد بطولة وما اتغلبش في المجموعة بتاعته ماتش او اتنين. ليه؟ لأن التدرج في دخول إلى البطولة بالنسبة للفرق الكبيرة ده مهم جدا، لأن مفيش فريق بيبتدي كبير أو بيبتدي بأعلى مستوى. أنا بتدرج خلال المباريات وعامل استراتيجية ليا أنا عايز إيه من الدور ده. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وأنا قلت لك هو باستور أو المنتخب المصري عامل هدف إن أنا عايز أطلع للدور الثاني. أطلع للدور الثاني أكسب ماتشين، أكسب ثلاثة. وانا زي قبل الهوا انا بقول لك انا اتوقع في دور الثمانيه وجود ثلاث فرق من المجموعه بتاعتنا في دور الثمانيه ان شاء الله، اذا لم يعني يخني التقدير. يعني انا اعتقد ان فرنسا ومصر والدنمارك ممكن يكونوا موجودين تاني مع بعض في دور الثمانيه. دور الاربعه قصدك؟ في دور الثمانيه الاول، فرنسا ومصر والدنمارك. والدنمارك ممكن يكونوا موجودين مع بعض في دور الثمانيه بجانب المانيا وبجانب اسبانيا. وانا اتوقع ان شاء الله باذن الله وصول مصر لدور الاربعه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شويه كانوا الناس قلقانين من فكره انه بيقول لك اللعيبه على المستوى الفردي، كل لاعب على المستوى الفردي لعيبه طبعا لا خلاف يعني، لكن شويه عشان ما تجمعوش كتير مع بعض او ان ممكن على المستوى الجماعي كانت الدنيا مش ظابطه بينهم. ده من خلال الماتشات اللي فاتت، ده هناك وجهة نظر بتقول كده. تحترم جدا وجهة النظر، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. مثلا اير هي اللعيبه اللي بتلعب جنب بعض دلوقتي بقى لها كام سنه بتلعب؟ لا سنين، من ساعه كورونا واحنا شايفين المجموعه دي سيف الدرع ويحيى الدرع، وكان معاهم احمد الاحمر ومعاهم يحيى خالد بيلعبوا مع بعض من ايام كاس العالم اللي كان موجود في القاهره ايام كورونا، وخسرنا من الدنمارك فرق جون. فاكره الماتش الشهير ده بالفاول بتاع ابراهيم المصري بتاع السنتره، وكنا هندخل دور الاربعه لولا الحظ السيء يعني. فالفريق ده متجمع مع بعض فترات طويله جدا. الولاد المنتخب وصلوا لمرحله من النضج يا نيره، بقت مرحله كبيره جدا. اللعيبه بتاعتنا اللي في الملعب النهارده هما افضل لعيبه في اوروبا حاليا. يعني سيف الدرع او يحيى الدرع او يحيى خالد او مهاب او حراس المرمى او الدواير، يعني اعد مين ولا مين. احنا وصلنا حتى اللاعبين اللي هو ابراهيم المصري وكده خلاص. يعني انا بحس ان هو بيلعبوا في المباراه واحنا في درجه من التمكن، وبنلعب كل دور بدوره خلاص بقى عندهم خبره. فانا بطمن بس الشعب وبطمن المتفرجين، استنوا بس شويه كده وانتوا يعني منتخب بتاعنا منتخب قدير جدا، منتخب ذات أصحاب خبرات كبيرة جدا. مفيش حد في الرياضة اسمه أنا البطل، بالعكس بالمجهود وبالتعب.
انا شفت يعني حديث ليحيى الدرع قبل الاولمبياد، وكان بيتكلم مع مذيعه وبيقول لها الناس بس مش فاهمه احنا بالنسبه لنا ايه الاولمبياد دي. طبعا هما محدش فاهم من الناس، يعني هما لو هما الناس بتشجع اللعيبه على انهم يبذلوا مجهود يعني ويبقوا متحمسين، هما الناس مش فاهمين قد ايه الناس بتوعنا او اللعيبه بتاعتنا قد ايه مهم جدا جدا لتاريخهم الرياضي الاولمبياد دي. فاحنا مش عايزين نبقى لود عليهم، احنا عايزين نطمنهم ونقف في ظهرهم، وعايزين ان احنا ننتظر منهم ان شاء الله التتويج باذن الله بميدالية باذن الله. انا متفائل جدا المره دي ان شاء الله. شايف ان الفوز النهارده من الناحيه المعنويه فرق مع اولادنا ازاي؟ جدا جدا، ضربه البدايه نيره في كل طبعا. حاجه في كل هي حاجه هي الاساس. دايما كنا نقول كده الدخول في البطوله بقوه، وده اللي احنا شفناه في بعض اللقطات في المباراه، 6 و7 اهداف فرق، وده يبين ان الناس مش نازله تهزر. لكن انا برضو زي ما بقول، واكيد الجهاز الفني بيوجه بيدي تعليمات للاعبين يعني، ان انا ابقى واحده واحده، لان مش لازم دلوقتي اطلع كل المخزون اللي عندي. المهم زي ما احنا بنقول نقاط المباراه علشان انتقل للدور الثاني، ودي بقى حرفيه الفرق الثقيله. احنا بقينا فرقه تصنف من الفرق الثقيله على مستوى العالم، مش بنلعب بس بفريق تكتيك لا، احنا عندنا مدرب. يعني انا بقول في الاولمبيات لو احنا تصنف في المدربين كده، احنا عندنا باستور من افضل مدربين اللي موجودين في الاولمبيات، خبره وعدد سنين تدريب. ومين احسن منه دلوقتي؟ مفيش حد في خبرته دلوقتي. هو معلم، هو يعني مين عندك في فريق دلوقتي من اللي موجودين على مستوى العالم يمتلك في خبرات اللعيبه اللي عندك؟ يعني كان معايا ضيف استكمالا لكلام حضرتك يا دكتور، كان معايا ضيف من حلقتين كده فرناندو اللي هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، واللي لما بساله عن باستور قال لي يعني قد ايه باستور حاجه عظيمه وقد ايه حاجه كبيره عندنا في اسبانيا وقد ايه ده الاستاذ، يعني الراجل حاجه طبعًا عظيمه جدا. باستور زي ما احنا قلنا في الحلقه السابقه نيره، ان هو مش مدرب بس، وده جانب مهم جدا. المدرب اللي يعرف كمان يتعامل نفسيا ويعمل اعداد نفسي وذهني للاعبين، واعتقد ان باستور واحد من المدربين دول. بيعرف يجهز كويس قوي، بيعرف يحضر للماتش كويس جدا جدا جدا. يعني باستور من الناس اللي انا شفتهم قليلين جدا على مستوى العالم اللي بيحضر كتير جدا جدا وبيحفظ كتير جدا ما بيسيبش التفاصيل اللي احنا بنتكلم في التفاصيل الدقيقه دي، هو ما بيسيبهاش. فانا يعني حقيقه متفائل جدا، وعارف ومتاكد ان شاء الله ان منتخبنا هيوصل لابعد ما الناس كانت متوقعه كمان ان شاء الله. صحيح. طيب النهارده ايه النقاط اللي دكتور طارق شايفها في منتخبنا حابب انه ما يشوفهاش في الماتشات اللي جايه؟ يعني كانت بعض الاخطاء، بعض المشاكل، حتى ولو حاجات صغيره شايفها النهارده بتتمنى انك ما تشوفهاش في الماتشات اللي جايه. بص يا نيره، هي دايما زي ما بقول البدايات لا تعبر تماما عن المستوى الحقيقي اللي انا هلعب بيه. يعني ممكن يكون التشكيل النهارده اللي هو باستور بيلعب بيه ممكن هيتغير الماتش الجاي، ممكن يتغير كتير جدا، او ممكن تلاقي ناس هتبتدي مختلفه الماتش الجاي. لكن انا حقيقه خليني اقول مش الحاجات اللي انا مش عايز اشوفها، الحاجات اللي انا حابب اشوفها دايما الدقيقه 15 بالشوط الاولاني، اللي هي دخول الفريق بقوه جدا، وان احنا ابتدينا نجيب المنافس ورانا، وان احنا بندوز بنزين علشان جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره. انا حابب الطريقه دي تفضل مستمره، وان انا لما ابقى جايب الخمس اهداف 6 اهداف 7 اهداف فارق، لا اخليهم 14، اخليهم 15. انا مش فريق قليل. النهارده لما السكور نزل حضرتك شفت ان ده كان سببه ايه؟ ممكن يكون اللاعب حس خلاص باطمئنان على المباراه، وان حاسس ان هو انا يعني رحت جامد في المباراه، وصلت فرق 6 و7،
فالماتش هيجي في اي وقت. هل باستور رايح القوة الضربة؟ مع اني مش مع الكلمة دي، لان بشوف ان الفرقة كلها ما شاء الله مفيش رايح، مستويات متقاربة، مفيش رايح، لكن ممكن يكون عمل روتيشن كتير، علشان برضو انا مش حابب، او اكيد هو كجهاز فني مش حابب ان هو يكشف كل اوراقه في مرة واحدة، مرة واحدة في اول ماتش، خصوصا لو اطمن على نتيجة المباراة. فانا بنزل مثلا يحيى خالد اطمن ان هو يعني جايب مستواه، خلاص ممكن اسحبه، وممكن اسحب يحيى، ممكن انزل سيف، اطمن بس ان اللعيبه بتاعتي دخلت في جو البطوله. صحيح. لكن انا لو حابب ان انا افضل دايس بنزينه نيره، انا ممكن ما اغيرش، ما اعملش روتيشن، افضل سايب الناس في الملعب. بس ده يعني لسه عندك دور المجموعات طويل، والدور اللي بعدين ان شاء الله، وتدخل على دور الاربعه باذن الله. عندي ماتشات كتير جدا، تستهلك لعبتك، ده مش افضل حاجه. برافو عليك، برافو عليك، وده باستور خبير فيها طبعا، خبير فيها. خلاص هو عارف ان هو عايز ايه من الماتش، فهو رايح بياخد الـ زي ما احنا قلنا، هو مركز على حاجات، مش عايز الناس برضو يعني مثلا مباراه اللي جايه ممكن وانا بلعب فرنسا وارد جدا ان انا اخسر، مش معنى كده ان يوم مباراه فرنسا المنتخب المصري وصل لأسوأ حالاته. لا طبعا، ده وارد تحصل مفاجاه في المباراه، ممكن اكسب فرنسا لكن بالزبط. ممكن اخسر من فرنسا لان انا هلاعب فرنسا ممكن تاني. تمام، انا الهدف الاستراتيجيه من الدور ده ايه؟ كذا، العبور الى الدور الثاني بايه؟ بمجهود عالي جدا في مباراه كذا وكذا، ودي الفرق الاحترافية. لكن أنا ممكن أكسب فرنسا في دور المجموعات، طب وبعدين؟ لعيبة جيلها تشد، ولعيبة تبقى استهلكت بدنيا، لكن أنا مش عايز ده اللي بقوله أنا النهاردة. بس هو ترتيب المباريات بس مش مديك قوي الأوبشن ده، إن أنت الدنمارك وفرنسا هتقابلهم قبل النرويج غالبا، تقريبا قبل النرويج، والأرجنتين هتكون آخر مباراة. فانت هتقابل الدنمارك مثلا يوم الاثنين، فرنسا غالبا هي اللي هتكون وراها على طول، عشان كده ده كلامي معاكي ليه. فما اقدرش ان انا ما العبش على ماتشين الدنمارك وفرنسا والعب فيهم عادي من غير ضغط وبتاع، ما انا مش عارف هعمل ايه، ما حدش عارف اللي جاي ايه. بصي نيرة، اكيد انا مذاكر كويس جدا ومقطع كويس جدا، ومحمد امام اللي ما بينامش مع باستور ده اكيد جايب كل ماتشات الفرق طبعًا لمده سنه فاتت طبعا، واكيد يعني انا مش عارف، انا مش معاهم، بس انا بقول لك فكر الراجل يعني، اكيد اكيد مذاكرين كويس جدا جدا جدا، وعارفين احنا عايزين ايه. لكن ممكن في مفاجآت في البطوله، ممكن وارد جدا انك تكسبي فرنسا، وارد 50-50، وارد انك تكسبي الدنمارك، وارد، بس مش خسارتي من الفرقتين دول هو خساره ان المنتخب المصري يعني في أسوأ حالاته. لا يا جماعة، عايزين بس إيه، نبقى مركزين إحنا هدفنا. دول المرشحين للفوز بالبطولة أصلا، دور الأربعة. طبعا دور الأربعة، الأولمبياد فيها مفاجآت، فيها مفاجآت جدا، لكن إحنا خلينا إيه، نعدي دور دور، ونفكر مع المنتخب، ونفكر مع الناس، وما يبقاش الميديا يعني جزء بيعيق المنتخب عن تكمله مشواره. خلينا داعمين واقفين ورا المنتخب بتاعنا لحد النهايه، ان شاء الله انا بطمن الناس في النهايه حاجه كويسه جدا ان شاء الله. تمام، انا عايزه بس يا شباب تفكروني بعد الدنمارك هيبقى فرنسا ولا النرويج، لان ده عايزه اعرفه بس عشان واحنا بنتكلم مع دكتور طارق. النرويج بعد الدنمارك، فرنسا صح كده، هما الاثنين جايين في النص، فبعديهم النرويج، فهي للاسف يعني هي دي برضو العائق. طب خليني اكلمك، ماليش دعوه بالمنتخب، خليني اكلمك لو انا مدرب المنتخب. لو انا مدرب المنتخب، انا الدخل الضربه اللي هي البدايه دي كانت لازم قويه وما فيهاش كلام طبيعي. فرنسا والدنمارك هلعب جامد، بس مش هيبقى هدفي المكسب والخساره قوي، وان انا لكن العب جامد قوي لو انا مدرب. ألعب جامد قوي آخر ماتشين بالظبط. أنا دايما بقول إنه هي بس عيب الدنمارك وفرنسا إنه حاططهم لك في النص، عارف لو هما الماتشين اللي في الآخر أنا هنزل ألعب. ما يشغلونيش يا نيرة، ما يشغلونيش خالص، لأن الدنمارك وفرنسا يا جماعة هيبقوا موجودين في دور الأربعة، وممكن معاهم مصر، فأنا أتوقع ويعني أرجو إن يعني ظنوني ما تبقاش يعني مش مظبوطة،
المجموعة بتاعتنا دي مجموعة قوية جدا جدا جدا. يعني ممكن الثلاثة دول يبقوا موجودين في دور الأربعة طبعا مع بعض في النهاية. طيب أنا ما يهمنيش يعني أنا مش طبعا كل ماتش لازم أكسبه، بس أنا مش عايز أقول كلام يعني مجمل، ولكن أنا بقول إن ماتش فرنسا وماتش الدنمارك، في ناس تقول لي لا ما احنا نكسب فرنسا علشان نضمن الطلوع ونطلع أول مجموعتنا. طيب ما أنا يعني وبعدين؟ طب ما أنا برضو معايا 14 لاعب، و14 لاعب من لحم ودم وليهم مجهود طبعًا. وليهم طبعًا. وليهم استعادة شفاء وليهم فترات صحيح. راحة وليهم روتيشن وليهم صحيح. إصابات وشد عضلي. طيب أنا هفضل ضاغط على الولاد بمجهود ذهني وعصبي طول الدور الأولاني، ولا أبقى منشن وعارف أنا رايح فين؟ تتخيل ان باستور هيبقى بيلعب على ظروف المباراه؟ بس قبل ما اخد منك طب. الرد ده طب. عايزه بس اقول انه للاسف زياد السيسي خسر من بطل ايطاليا بنتيجه 15-12 وخسر الميداليه البرونزيه، هو كده في المركز الرابع ومحمد عامر في المركز الخامس، عملوا اللي عليهم وزياده وشايفه انهم ادوا اداء مشرف بالتاكيد، وانا بحييهم من هنا. كان نفسي طبعا ان هم يكونوا اصحاب الميداليات الاولمبيه المصريه الاولى في الاولمبيات، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون افضل. هارد لك طبعا لابطالنا. نروح لمباراه الدنمارك فرنسا تاني يا دكتور. شويه باستور انا احساسي انه هيلعب مع ظروف المباراه، يعني لو نزل ولقى نفسه ماشي واحدة واحدة مع الدنمارك والنتيجة قريبة والدنيا تمام وعنده فرصة في الفوز بالمباراة هيلعب على ده، لأن الدنمارك بيعلى وإن الموضوع بيبعد هيبدأ يريح القوة الضربة بتاعته. بص خلينا وفرنسا نفس الموضوع، خلينا نتفق إن في الدور الأولاني في كل الأولمبياد خصوصا الفرق اللي بقت تقيلة زي مصر والدنمارك وفرنسا مستويات هتبقى متقاربة جدا طبعا، والمباراه في الملعب لانهم بيبقوا مخبيين اوراق، والمباراه في الملعب ومش هلعب بالفول تيم بتاعي وهعمل روتيشن كتير جدا. ممكن باستور يلعب بتيم مختلف تماما او بشكل مختلف، لان احنا عندنا ال 14 لاعب مستوى واحد، فممكن اغير والعب بمجموعه الاقيها ماشيه اكمل بيها وممكن اكسب. انا بقول 50-50 ممكن طبعًا. اكسب فرنسا لكن ممكن اخسر من فرنسا. مش معنى ان انا هكسب فرنسا او الدنمارك ان انا بقيت هاخد الاولمبياد، ومش معنى ان انا لما اخسر يبقى انا خسرت الاولمبياد. الفكر ده مش موجود تماما طبعا. انا بالنسبه لي ان انا عايز اروح من الدور الاول للدور الثاني طبعا، وبعد كده نفكر هروح بقى وانا خسران ماتشين وانا مش فارق خالص. هو الفارق التاهل، لما اتاهل مصر كلها هتفرح وهتقول ان احنا رحنا صحيح. من الدور لدور صحيح. ما يهمنيش انه وقتها الحل الوحيد هيبقى قدام باستور في ماتشات الدنمارك فرنسا انه يلعب على ظروف المباراه. بالظبط هلعب على ظروف المباراه، مش هينفع مدرب ينزل يقول للولاد ريحوا النهارده، ما ينفعش. لا طب. لكن انا لاني مش ضامن ممكن يحصل ايه من ظروف في مباراه في المباراتين النرويج والارجنتين، فيحصل لي مشكله في هو التأهل. طبعا قاعد بيتفرج وقاعد دلوقتي بيتفرج على ماتشات الارجنتين وقاعد بيذاكر كويس ماتشات الارجنتين والنرويج يعني، فانا مطمن جدا على المنتخب سواء من الجانب الجنود المجهولين اللي ورا بقى في الجهاز الفني، سواء محمد امام او سواء الناس اللي شغاله في التحليل والسكاوتنج يعني. حقيقه احنا بقى معانا ناس محترفه جدا، واللعيبه كمان يا جماعه يعني انا هفضل اعيد واقول فيها ان اللعيبه اللي معانا نايره بقت لعيبه تقيله قوي قوي. صحيح. التشكيل النهارده شفته ازاي؟ ده كان تشكيل امثل ولا هو كان بيجرب كل الناس؟ هو ده التشكيل بتاع منتخب مصر، لان هو ما بيعتمدش على سبعه. هو بيعتمد على ال 14. طب طريقه الروتيشن كانت كتيره ولا كانت معقوله؟ في الوقت ده انا ما اتفرجتش للاسف. في الوقت ده لا هو بيدي مساحه لكل لاعب في فترات معينه ان هو يلعب وانه يدخل في جو البطوله. عايز يطمن، هو عايز يطمن انا اللعيب ده جاهز هقدر اكمل ولا اديله فترات اكتر، لان في لعيب بيسبق لعيب في الجهازيه يعني. صحيح. في لعيب بيبقى مستواه ثابت يعني ما شاء الله يحيى الدرع لعيبه من اللعيبه المستوى ثابت، ممكن لعيب تاني بياخد وقت شويه علشان يدخل في جو البطوله، فده انا بديله فترات اكتر من ده.
شويه اتفرجت على بعض اللقطات، مش المباراه طبعا، اتفرجت على بعض اللقطات وشفت ان كان في اعتماد على احمد عادل لاعب الدايره، يعني كان في تسقيط ليه كتير. هل ده هنشوفه اكتر الماتشات اللي جايه ولا هنعتمد على الخط الخلفي اكتر؟ ممكن حاسس أحمد. ايه يعني ممكن ممكن احمد ما يلعبش الماتش الجاي، ممكن ممكن ماتش فرنسا ما يبقاش احمد موجود. باستور بيلعب بالعساكر بتاعت كل مباراه، بتاعت كل مباراه، يعني مين اللي هيبقى النهارده ده ماتشو، فهو يلعب. ممكن عادل ما يلعبش، ممكن احمد طارق مثلا اللي يلعب. حاجه مثلا برضو جايه في ذهني شويه، بكار اللي هو كان ما سافرش، وبعدين طبعا تمنياتنا بالشفاء لاحمد هشام سيسا بالتاكيد، وبعدين هو سافر لانه كان طالع بوينج ليفت، واحد من بره البطوله خالص، مش في القائمه حتى الاحتياطي، ولعب بره البطوله النهارده اساسي. شفته ازاي؟ كويس. ممكن نفسيا يكون تاثر، ممكن مش عارفه ايه. اللعيبه دي خلاص بقت لعيبه كبيره نيره يعني. وبعدين هو الميزه في منتخب مصر ان هم يعني عيله متماسكه، فيعني ما شاء الله عليهم الولاد، ربنا يحميهم يعني. وده اللي انا بقول لك عليه، غير المنتخبات الثانيه. المنتخبات الثانيه هتلاقيهم ماشيين حتى كل واحد مركز، انا لوحدي. منتخب مصر لا، منتخب مصر عيله وبيقعدوا مع بعض تيم. صحيح. ومعانا دلوقتي مدرب وجهاز فني حقيقه هاني قريب جدا من اللعيبه، صاحبهم باستور قريب جدا من هاني ومن اللعيبه. فانا شايف ان الوقت ده هو احسن وقت لمنتخب مصر يعمل فيه انجاز. النرويج كسبت الارجنتين 36-31، شفت النتيجه دي ازاي سريعا عشان وقتنا؟ عشان عايز اسالك سؤال عاديه. نتيجه عاديه. نتيجه متوقعه عاديه، ارجنتين اخر المجموعه المفروض. ان بس النرويج تكسب فرق خمسه ده مش حاجه في صالحنا، ستيب باي ستيب، مش مبشره. لا لا، ستيب باي ستيب. بس هو الطبيعي، الطبيعي ان الارجنتين اخر المجموعه. لا، ان النرويج كسبتها فرق خمسه بس، زي ما انت كسبتي النهارده فرق قليل، كان ممكن تكسبي فرق كبير. طيب المفروض ان احنا مواجهتنا خلاص، احنا اتفقنا ان باستور هيلعب مع ظروف المباراه يوم الاثنين امام الدنمارك، ولكن الدنمارك وفرنسا حقك التاني، خسارتنا مش نهايه الدنيا. لا طبعا، لا طبعا، أنا انت هدفك من الدور ده التاهل. اطلع بس التأهل. انا لازم يبقى انا فاهم والناس فاهمه، انا الهدف. لا يا جماعه، دول الاثنين مرشحين للفوز بالبطوله، انت في حته ثانيه خالص. الهدف التاهل بالظبط. المفاجاه انك تعمل مفاجاه خلال الماتشين دول، خلينا بس نبقى بنكلم الناس على ارض الواقع. اوكي. فوزك على فرنسا او الدنمارك دي مفاجاه. مش وقته دلوقتي. بالظبط. كسبت. تمام. ممتاز. خسرت عادي. انا نفسي ابقى بكسبهم واعمل مفاجاه ومش عارفه ايه، لو دخلنا مع بعض الاربعه. كويس قوي. بس انا حتى لو كسبت وانا وهم طلعنا للدور الثاني عادي. احنا طالعين للدور الثاني كلنا. صحيح. فمفيش حد احسن من حد. بس مفيش ترتيب يعني، مش الاول هيقابل الرابع والرابع؟ مش فارق. مش فارق. طب حلو، نيجي لاخر سؤال، الدنمارك وفرنسا، متوقع مين هيفوز بالمباراه دي؟ فرنسا. فرنسا؟ ايه ده انا متوقع الدنمارك. لا فرنسا. رهان؟ نراهن. ماشي. فرنسا علشان الارض الارض والجمهور والدنمارك يعني تاريخ الدنمارك بتلعب واحده واحده يا ناير. الدنمارك دايما يعني دايما اقول ايه، تخمك الدنمارك، بتبتدي لدرجه تقولي ان الدنمارك مش موجوده في البطوله. وتلاقيها واحده 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 مستواها بيعلى تدريجيا، قصدك من غير ما تحسي هي بتلعب فاينل. اوكي خلاص فهمت، يعني انت مش متوقع ان هم هيبقوا بالواو في الدور الاول. لا 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 لا، وده فكر على فكره، ده ممكن يبقى انا فكرة. عايز اطلع الدور الثاني بالظبط. دكتور نورتني وشرفتني، والحلقه جريت. انا اللي سعيد بيكي جدا نيره، وسعيد بال سنتقابل كتير خلال البطوله ان شاء الله. انا معاكم، وان شاء الله يا رب كل توقعاتنا تطلع صح. يا رب. ويا رب وشنا يبقى حلو على المنتخب، اللهم ونفرح كلنا. وحقك التاني يا رب نتاهل للدور التاني بصرف النظر على الماتشات. يا رب ان شاء الله. بلاش نضغط لعيبتنا ازيد من اللازم. كده. الهدف من الدور ده التاهل للدور المقبل. بلاش ما كسبتوش الدنمارك ليه، وما كسبتوش فرنسا ليه، وكان الدنمارك وفرنسا دول يعني مرشحين للفوز بالبطوله. نورتني يا دكتور، وكنت سعيده معاك، وهنتقابل كتير الفتره اللي جايه. انا اتشرفت جدا بوجودي معاكي، ومن احلى الحلقات اللي انا بحبها. اشكرك يا دكتور. اشكرك. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاه، استنونا وحلقه جديده ان شاء الله. سلام عليكم.